بدي افهم وين اختفيت. يلا يلا امسحي دموعك يا خالي، محمد ابنك ما مات، محمد عايش. عن جد عم تحكي؟ ما عم تكذب علي حبيبي محمد حبيبي. خبرني شو صار. مشي الحال وانحلت يا سيدي، وقعوا كلهم بالفخ. لك خلصني بقى كرمال المرحوم عدنان. كرمال سيدي عدنان يلي مات على ايديكم، كرمال دمه انت ما لازم تعيش. قوسني يلا، قوسني قوسني يلا، شو ناطر يلا. عساكر ليك جايبين لليلى؟ العمى ليلى اجت؟ كيف اجت ليلى على البيت؟ ليلى اختي بنتي ماما الحمد لله على سلامتك يا روحي انتي. يلا بخاطرك يا اختي اشتقت لكم. وينك؟ اذا كنتي هربانه منهم بتورطينها، فهمتي علي ليلى؟ والله ليمحونا عن وش الارض. شافوا اللي بيستحقوا، كان في الغام بالطريق وماتوا، ماتوا كلهم لا تخاف. الله كبير وما بيخلي مظلوم ما يساعده. انت كأنك عم تقصدينا بحكيك، عن جد بلا حياة. انت اسكتي. شو هاد؟ من وين جبتيها؟ أعطاني إياها الضابط. الله الله، وليش عطاك إياها؟ لأنه كنت بردانة طبعا. اسمعيني، ما تقربي لي من هدول العساكر، فهمتي؟ لا تخلي المصايب تيجي على راسنا. يلا امشي قدامي امشي. يلا. واحد منهم هرب سيدي. يعطيك العافية، عقبوا للمختار، لازم ياخد عقوبة فورا. بكل الأحوال رح ينكر، خلونا نكفي طريقنا. نحن بأمرك يا سيدي. خلال المعركة التي استمرت طويلا والتي جرت بين إرهابي المنظمة وبين قوات الجيش، استشهد عدد من مقاتلي المنظمة، كما مات 7 عسكريين من الجيش. وبالنسبة للعسكري الذي سلم نفسه للمنظمة، فإن والدته جاءت إلى القرية وحاولت أن تتفاوض مع المنظمة لتسليم ابنها، إلا أن الدولة التركية منعت هذا الاتفاق، إلا أن المنظمة وافقت أن تسلم العسكري مقابل أن تتوقف العملية العسكرية التي قام بها الجيش. شوف يا غبي، رح يؤذوا أمك وما رح يتركوا. عن جد مثل ما توقعت، شلة أغبياء عن جد. أنتوا كذبتوا الكذبة وأنتوا اللي صدقتوها. عسكري، إذا بدك ترجع تشوف أمك لازم تنتبه لكلامك معنا، وإلا بخليك بين هالجبال وما حدا فيه لاقيك، وحياتك فيني خبيك عن الدبان الأزرق نفسه، فهمت؟ إيه فهمت، بس هالجبال نفسها ما رح تقدر تخبيك عن العساكر تبعنا يا غبي. لازم نقصله لسانه يا سيدي. روشان شكلك شفيتي من إصابتك، ما هيك؟ اسمع، قبل ما يموت هذا العسكري جرحي ما رح يطيب. من هلأ ورايح أنت المسؤولة عن هالعسكري يا روشان، بدك تنتبه عليه كتير، حتى لو اجته جلطة أنت رح تكوني المسؤولة. سيدي يعني بلكي روشان أكلته للعسكري؟ ما بتعملها مستحيل، بتعرف إنه بيسمم لهيك ما رح تعملها. أنا معك يا مقاتل. أنا معك. رح يوصلوا العساكر لعندكن، مانن بعاد. فهمت عليك، لا تاكل همنا، مندبر حالنا. سيدي فكرة إنه نساوي دعاية إعلانية مشان نخدع أمه كانت منيحة، بس كيف رح نوصل هالمكتوب لعندها؟
هالشي سهل كتير. عن جد؟ شو في يا عسكري؟ زرعوا ألغام بالطريق سيدي. خلينا نترك شي إشارة للتنبيه، لازم ننبههم على الألغام. هالألغام خطرة علينا، إذا ما انتبهوا الناس رح يوقعوا فيهم ويموتوا. بس سيدي نحن صرنا عندهم، ما رح تجينا هيك فرصة وشغلة الألغام بعدين منحلها. بدي أعتمد عليكم، خلونا نتخلص من الألغام. مثل ما بتأمر سيدي. هنني بيتركوا وسخن وراهن ولا على بالهم، ونحن بدنا ننظف. طيب ليش ما فهمت؟ لهالسبب إني اسمهم إرهابيين ونحن اسمنا الجيش يا جليل. حلك تفهم بقى، ما تكون أسير عواطفك يا جليل. ما بيصير، كل القادة اللي كانوا بأخلاق سيئة كانت نهايتهم سيئة جدا ووسخة على مر التاريخ. أما اللي كانوا إنسانيين وأخلاقيين وبيخافوا على شعبهم، القدر وقف معهم بكل وقت. أجوا العساكر سيدي، أجوا العساكر. شو؟ صاروا هون سيدي، صاروا هون. انت شو عم تحكي؟ كيف وصلوا لهون؟ كشفونا ونقتلوا الشباب وانا هربت. نحن لازم نهرب بسرعة. يلا نروح شباب بسرعة، بدنا نتخبى. مستحيل. طيب كيف فيهم يعملوا هيك شيء؟ تصور لو النسوان او الاولاد دعسوا على هالالغام هاي. انت شو عم بيصير معك حسان؟ صاير حساس كتير هاليومين، بتضل تذكر النسوان والاطفال. لا اخي ولا شيء، لا تشغل بالك فيني. أول شي شيلوا كل الألغام. حاضر. بعدين بطلوا مفعولهم. مثل ما بتأمر سيدي. العساكر صاروا برات الضيعة، لازم نتخبى منيح هون، وهذا العسكري نزلوه لتحت. مثل ما بتأمر. روشان، هالعسكري رح يضل عايش، عم تفهمي؟ يلا خدوه لتحت، إذا عرفوا وين رح نموت. ما رح يتركوكن، رح يضلوا وراكن لحتى ينقذوني يا أغبياء. لا تتعبوا حالكن، ما في فايدة. سكتي لهذا الحيوان. سكوت ولك سكوت. خد العسكري والشباب معك دكتور. بأمرك. يلا روشان يلا ماشي. تعو نمشوا نمشوا. هدول رح يلبسوا مثل الضيعة، خليهم يتوزعوا فيها. ماشي. والباقي خليهم يطلعوا لبرا، رح يفيدونا الصبح. ماشي سيدي، يلا تعالوا معي يلا. انتوا فتشوا المكان منيح. بأمرك سيدي. سرعة. من هون يلا. ديروا بالكم منيح، بلا صوت. تعال. بلا صوت. يلا يلا روشان تعي. امشي سرعة. دكتور، العساكر رح يمروا، ما بدنا صوت. لا تاكل هم، الله معك. انتبه منيح عليهم. ماشي. دير بالك اذا تحركت حركة رح خليك تسبح بدمك. لا تخافي، انت وين رايحة؟ كنت بدي اروح على بيت عمي. خدي هاي مني. يسلموا ايديك عمي. يلا البسوا هالتياب. تأمر سيدي. يسلموا تأمر سيدي. وانت خذ هاد. وانت. شكرا سيدي. لك اتركوني، لك انا شو عملت لكم؟ فهموني. كنتي انت وهذا الشاب طالعين لبرات الضيعه، بتضلوا هون ليطلع الصبح، اذا اجوا العساكر لهون انت رح تساعدينا. فهمتوا شو عملكم؟ لما بيجوا العساكر لهون بتعملوا حالكم بالشغل، وانت بتعلم الشغل. يا ربي انا شو دخلني؟ انا بكل حياتي ما كذبت على حدا ولا مره. مقاتل، شوف لي شغلك مع هالشاب.
بدنا نشوف إذا رح يسمع كلمتنا ولا لا. اتركوا لابني، حرام، هو ما له علاقة بشي، ما له ذنب بشي، لساته صغير، لساته ولد، اتركوه. وانتو يلا توزعوا بين الفلاحين. هلأ ما بقى غير نحنا سيدي، عملنا مثل ما أمرت. تمام، وهي المرة انتبهوا لها منيح، إذا بتعمل شي بتقتل الولد فورا. ماشي يلا سرعة. يا الله، هدي حالك شوي خالي، لا تعذبي حالك هيك. طلعي هلأ ولا بعدين رح يرجع، صدقيني. امتى رح ترجعوا يا سيدي؟ اه بسببي انا صار في هيك. لك يا ريتني ما اجيت لعنده لهون، لك يا ريت لو انكسرت رجلي قبل ما اجي لهون وصار في اللي صار. لا تقولي هيك يا اختي، هذا القدر المقدر بده يصير، ما فينا نغيره نحن. سيدي الضابط، أنا صار لازم روح ورح أخذ أختي معي، بلكي بترتاح وبلكي بتقدر تنام شوي. ماشي، شكرا لك يا أختي، بس ما فيني نام قبل ما يجي ابني وشوفه بعيوني. آه خلص يا أختي، حرام عليك، لا تعملي بحالك هيك، خلص تعالي ارتاحي يا ابني. هيك ما رح يمشي الحال، يلا لازم تروحي، لازم معي، لازم تروحي ترتاحي. يلا تعالي امشي معي. يا روحي انت، والله لا يزعل ابنك إذا بشوفك بهي الحالة، صح؟ لا. يلا بتنامي لك شوي وتفيقي مرتاحة، يلا تعال، يلا حبيبتي، يلا. احترامي، شو صار؟ في شي صاير إلي؟ والله ما بعرف، هنن صاروا بضاعة أكشا، عم يدوروا على محمد. كمان. وشو كمان؟ بس التلفزيون يا سيدي بدهم يعملوا لقاء معنا وبدهم إذن منك. ها، مو ناقصنا غير هيك. طلع فيني منيح، فهم شو بدي أقول، ما في بني آدم يدخل على المخفر، فهمت؟ أمرك سيدي الضابط. الوضع كله تمام، الكل هلأ متخبي والباقي راحوا على الحقلة. ما بيخبروا العساكر عنا؟ راح يكون تمن هالشي روحهم، وانت بتعرف هالشي، لهيك مستحيل حدا يخبر، وانت بلا ما تضيع وقت يلا تخبى. ما قلكن الحق تفوتوا على البيت أبدا، ما بيصير هالشي. هلا انا ما بدي اعلق مع الجيش، بس بدي اشوف اذن التفتيش تبعكم. مره ما فينا نفوت على البيت لان عساكر، ومره بدك يعني فرجيك اذن البحث. اسمع، ولك هاد اللي براسك هون اذن البحث عندي، مفهوم حكي ولا لا؟ لا تعصب علي سيدي، لا تعصب، انا كنت عم بمزح معك. طبعا سيدي فيكم تدوروا، دوروا وين ما بدكم. يلا اسمعك احكي. اجوا من التلفزيون بدهم يعملوا لقاء مع امه لمحمد، ولسه في كتير قنوات بدهم يجوا لعنا على المخفر. لازم تفهموا العساكر منيح، في ناس من المنظمة بيناتهم، خليهم ينتبهوا منيح. حاضر سيدي. الخالي عندكم بالمخفر؟ لا سيدي ما لعنا، راحت من شوي. لا تتركوها لحالة ابدا، لانه المنظمة رح تتواصل معه. فهمت عليك سيدي. سيدي ما في ارهابيين عندنا هون بالضيعة، مروا من هون وراحوا بسرعة. منيح هالحكي يا عم، نحن بدنا ندور وبعدين بنمشي. تصبحوا على خير. بدهم كمان إذن؟ ليك على هالحكي. شو صار يا جليل؟ شو راح يصير يا سيدي؟ العمعة هالناس مثل الهبلان، أنا متأكد تماما محمد هون بالضيعة وكل أهل الضيعة بيعرفوا وينه. ما بدهم يخبرونا سيدي، بترجاك أعطيني بس خمس دقايق وأنا بشوف لك وين خبوه لمحمد هالحيوانات. ما فينا جليل، لو سمحت ما تخليني أعلق مع الفلاحين من وراك. كم عسكري يا سيدي وقع شهيد بسببهم؟ كم عسكري يا سيدي انصاب وصار هلأ عاجز ببيته؟ بكفينا اللي عم بيصير، أعطيني خمس دقايق بس. بخمس دقايق فينا نخرب كل شيء، بس بعدين رح نندم على اللي سويناه. اسمعني، خليك صبور لأنه الصبر علاج، والنهاية رح تكون سعيدة، وكون متأكد. دوروا بكل البيوت يا شباب وبكل المحلات كمان، مفهوم؟ لا تتركوا شي، دوروا منيح هون، ما في شي. لا تطلع صوته لك،
خليك هادي. سكر تمك ولك، لما بيجوا لهون مفكر حالك رح تنفض منا يعني؟ ها؟ ادعي انهم خليك عايش بس. إذا العساكر بيعرفوا مكاننا وبيشوفونا، أنت أول واحد بدي أقتله، أول واحد فهمت؟ أول واحد. القضية كل واحد له هدف خاص، وكل واحد بيستخدم سلاحه على كيفه. يا شباب طلعوا منيح بكل مكان. دورنا منيح ما في شيء. أختي حالتك ما منيحة، عم يوجعك شيء؟ تروحي نشوف الدكتور. ما بدي شيء غير اني اشوف ابني. الدكتور ما رح يقدر يعمل لي شيء، انا بدي ابني. وينك يا محمد؟ ما شفناه، ما انه باي مكان. شو في هون؟ ما في شيء، مخزن قديم حاطين فيه شويه حنطه واكل. رح يجوا لهون اكيد. افتح الباب بسرعه. والله ما في شيء، مثل ما عم قلكم فاضي. أكل إلي لعيلتي، صدقني ما عم أكذب عليه. لا تحكي وافتح الباب فورا. شو بدك يا ابني؟ في شغلة بدي أقولها لأم العسكري. هون ما في لا عسكري ولا أم عسكري، روح على شغلك. أنا أم ولا العسكري، فيك تحكي يلي بدك يا. أنا جبت لك خبر من المنظمة، ابنك منيح والمنظمة عم تهتم فيه كتير. خدني لعند ابني، بترجاك خدني لعنده. لا تروح من هون يا أختي. خدني لعند ابني، الله يخليك، خدني لعند محمد. واقف، شو عم تساوي هون؟ كنت عم بسأل عن أمه لمحمد. جايب خبر لأمه لمحمد من شي محل؟ لأنه ما عم تمسكون، عم تتهموا الناس. واقف. كأنه فاضي. عسكري كانوا راحوا رفقاتك، كنت مفكر راح يمسكونا. جيب سيارة إسعاف. أمرك سيدي الضابط. وينه ابني دخيل؟ أنت عم تسمعني؟ خبرني يا ابني. بدي سيارة إسعاف وأطباء. ابنك محمد نسي. يا ابني أنت ما عندك أم، شوف حالتي، مشان الله وينه ابني؟ اللي ابني. شوف وين ابني يا سيدي، جيبوا لي يا دخيل الله. سيدي عم تضيعوا وقتكم بهي الضيعة على الفاضي، من زمان راحوا باتجاه الجنوب، مانن هون. انت من وين بتعرف انه راحوا باتجاه الجنوب يا عمي؟ هنن قالوا لي سيدي الضابط. صح مثل ما عم يقول لك المختار. وقالوا لكم على اي محل رح يروحوا؟ عطوك العنوان؟ انا عم قول اللي بعرفه بس يا سيدي، انا ماني دلال. ماشي شكرا يا عم، فهمنا عليك، فيكن تروحوا. هدول عم يكذبوا علينا سيدي، محمد بهي الضيعة. بعرف يا جليل، عم يحاولوا يخلونا نروح من الضيعة. عمر. بأمرك سيد الضابط. اجماع الشباب يلا بدنا نمشي. أمرك سيد الضابط. جهزوا حالكم يا شباب، بدنا نروح. طالما محمد هون ليش عم تقول لازم نروح؟ ما فهمت. أنا بدي إياهم يفكروا إنه رحنا. نحن منطلع برا ومنترك عملاء، والصبح مندخل لهون بشكل مفاجئ ومنرجع مندور من جديد. عم ينتظروا برات الضيعة، الصبح راح يعملوا تفتيش جديد،
يلا شباب بسرعة، بدنا نطلع برات الضيعة. شو مشان الشباب يلي برات الضيعة؟ راح يخلوا العساكر يبعدوا شوي. ايه، وإذا فهموا العساكر الخطة تبعنا؟ بهالحالة راح يحاولوا يلهوا العساكر، ووقتها أنت بتكون بعدت عنهم. طيب مثل ما بدك. أنت لوين رايح هلا؟ أنا رايح الضيعة، في عالم بدي أشوفها صار لي زمان ما شفتها. طيب. ياسمين، ليش لابستي؟ لا تزعلي، هاد أماني من عمو الضابط، عرفتي؟ وهدول شو أختي؟ تركيهم لهدول، أنتي روحي ادرسي دروسك يلا. ماشي. راي 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 را 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 راي 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 راي. ما رح نترك محل، بدنا ندور بكل مكان، بدي أعرف بكل حركة عم بتصير، ما رح نفوت شيء. اللهم ساعدنا وانصرنا على أعدائنا يا الله. واقف عندك. امشي. ما في حدا سيدي. ما تضيعوا وقت على الفاضي سيدي الضابط، مبارح المساء طلعوا من الضيعة، أنا قاعد بحض الدولة يا سيدي، شو اللي علاقة مع اللي عايشين بالجبل؟ اسمعني منيح، عالم غارة، عم تفهم علي؟ بس إذا شافون العساكر رح نتبهدل. طيب ماشي، شوفوا الأنسب، بسرعة لأنه رح يجي التلفزيون لهنيك، مفهوم كلامي؟ حاضر سيدي. طلعوا هوياتكم يا شباب. سيدي نحن مراسلين مشان الأخبار عن العسكري اللي خطفته المنظمة. ارجعوا يا شباب، هون منطقة عمليات، إذا بدكم تاخدوا أخبار بتروحوا لعند الشرطة. خلونا نفوت سيدي، هلأ جينا من اسطنبول. لو سألتوني قبل ما تجوا ما كنت عذبتكم، ما فيني ساوي شي، هيك الأوامر، ما في تلفزيون أو مراسلين، عمليات الجيش مستمرة لليوم ومنعنا دخول المدنيين على الضيعة، عم تفهم علي؟ بس بدنا نساوي مقابلة مع أمه للعسكري. أنا ما عم فهمك ولا أنتوا ما بدكم تفهموا؟ ممنوع دخول المدنيين لهون، رح تروحوا من هون وفورا بسرعة. وينكن انتو؟ عم تسمعوني؟ نحن بنفس المكان سيدي. طيب نحن طلعنا بسرعة، تعي على المغارة يلي بالجبل، لا تأخري. ماشي سيدي، أنا رح أجي على المغارة وما رح أتأخر أبدا. يلا يا شباب استعجلوا، بدنا نروح على المغارة فورا. الطريق طويل لهنيك. تمام. وقد كان يخدم العسكري الذي أخذته المنظمة في هذا المخفر الذي خلفي مباشرة، والجيش التركي حتى الآن لم يعثر عليه،
بينما استطعنا نحن تدبير لقاء خاص مع المنظمة التي اختطفت العسكري ولقاء زعيمها. المعركة التي جرت البارحة كانت في هذا المكان تماماً، والعسكري الذي أخذته المنظمة كان هو وأمه، والآن هناك حركة كثيفة للجيش التركي في القرية، والعساكر مستمرون في بحثهم حتى الآن، إلا أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من رؤيته. الجيش وعناصره منعونا من الدخول إلى القرية، لكننا اتخذنا قرارنا أن ندخل إلى القرية ونجري لقاء مع والدة العسكري. ضيعناه يا جليل، ضيعناه. هلأ صار شغلنا أصعب. هدول أنت قدروا يطلعوا من الضيعة؟ واقف. انت عايش؟ الحمد لله، الحمد لله انك عايش. اجوا العساكر اللي عندكم شي؟ ليكون جايين هلا رح سكر. ما رح يصير قتال، بس رح نحاول نبعدهم من هون. ديروا بالكم ما بدي يصير غلط، وانتوا اسمعوا شو رح اقلكم والا بموتكم كلكم والله. عم تفهموا؟ يلا عشغلكم يلا. لا تخاف. شو بدك مني؟ بدي احكي شوي معك. يلا ادخلي على البيت. خلينا نحكي هون. عمك هون؟ ايه، ليش؟ تعي لنشوف. يلا امشي 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 امشي. تعطيها لامه للعسكري، وبتخبري امه للعسكري انه بس تطلع على التلفزيون تقرأ بس اللي مكتوب بهاي الورقة، مفهوم؟ هاي مهمتك، نحن واثقين فيكي. بس ما فيني أعملها، قلتلي فوتي على السجن فتت، أكتر من هيك ما فيني أعمل. نحن منقرر شو فيكي تساوي. بسببكم أنتو بنتي كانت رح تموت، شو بدكم منا أكتر من هيك؟ لا، ليلى ما رح تعملكم شي. لا رح تعمل، حكيه مزبوط. شو الصعب بالموضوع؟ بتروحي وبتعطيها الورقة وخلصنا، هو لأسهل من هيك. أنت شو عم تحكي نزار؟ هذا الشي في حبس أو في موت. أنت شو دخلك فيها يا مرة؟ مين أخذ رأيك؟ أنت لا تتدخلي. ما في شي بيخوف ليلى، ما رح يصير شي. طيب والعساكر والضابط اللي أنقذني من الموت؟ عمو الضابط هو اللي أنقذنا من الموت هذاك اليوم. إيه صح، هو إنسان كتير منيح. بس أنت وياها، أنت ما بقى تحكوا، اسكتوا. يلا خلصينا، لا تخافي ما رح تنأذي، اعملي اللي عم قلك عليه. ما بقدر، عافيني من هالشغلة بترجاك. شو يا عسكري؟ ليكون صعب المشي عليك. يا شباب، العساكر عم يقربوا، إذا عرفوا شي عن خطتنا رح نروح فيها كلنا، ها سمعتوني؟ دكتور، هالشباب يلي عم تقول عنهم مو شغلتهم يحمونا بروحهم مشان ما نموت؟ ليك، إذا نفدنا وطلعنا من هون ما بدنا منهم شي، وبعدين لو شو ما صار ما رح يقدروا العساكر يلحقونا. خلينا نشوف وضعهم. يلا يا شباب بانتظام.
عم يقربوا كتير. إذا صار أي مشكلة وعلقنا معهم وقتها أول شيء قتلوا الضابط. وأنت إذا بتعملي أي شيء رح تموتي فورا، رح أقتله قبلك. ولك وقفي عن البكي واشتغلي. ما فيكي ترفضي أي شيء بتقلك عليه المنظمة. أنت بنت كردية، نحن وأهلك بنفس القضية. من كم سنة صلهم بيظلمونا العساكر نحن وأهلنا. أولي لا تنسي إنه هن اللي قتلوا أبوكي. إيه مزبوط حكيو ليلى، حكيو صحيح، العساكر قتلوا لأبوكي. ليكي عم بحكي معك برواق، لو حدا غيري كان تصرف بغير طريقة ووقتها رح يجبرك. لهيك نفذي ولا تعترضي على شيء، بس رح تروحي لعند أمه للعسكري وتعطيها هالورقة. مين هاد؟ هاد بابا. خود مو هيك يا ابني، امسكها منيح، يلا وجهها عليه. الله يعطيكم العافية يا شباب. أهلا وسهلا سيدي، أهلا وسهلا. رح تضيفنا شي كاس شاي؟ اي بيصير هذا الشي يا سيدي الضابط، طبعا رح نضيفكم شاي. اعملوا شاي للضابط يلا. خير ان شاء الله، صاير معك شي؟ راحت بنتها على اسطنبول فزعلاني عليها. ما فيها تحكي لحالها؟ لا سيدي، هي ما بتعرف تركي. بس نحن منعرف كردي. شو صاير معك يا أختي؟ ليلى بتروحي لعند أمه للعسكري فورا، ماشي؟ في شي تاني اللي صار مو بإيدي، طالما أنا عايش ما في حدا يأذيكي، هذا وعد. يسلم. كيفك خالتي انت، منيحة؟ ايه منيحة، لسه بكير يا اختي، لوين رايحة من الصباح؟ بلكي اجا خبر من ابني محمد. اذا سمحتي بنسألك عن خمسة يا شباب لو سمحتوا. بعدو انتو مين يا شباب؟ لو سمحت ما تقربوا لهون. هلأ بهاللحظة شو حسي؟ يا ترى رح ينقذوا لابنك؟ يا شباب اتركوها بحالة، مو شايفين زعلانة؟ أنا بدي أحكي مع المنظمة شوي، اتركوني محمد، بدي ابني محمد مشان الله، أنا مالي غيره بهاي الدنيا، بدي ابني يرجع لي. الله يخليكم، يعني معقول ما بتخافوا من ربكم؟ ما عندكم أولاد وأمهات؟ كمان أنا أم، قلبي عم بيحترق على ابني، رجعوا لي ابني مشان الله. يعني أنت مفكرة أنه ما رح تشوفي ابنك بقى؟ خالتي فوتي لجوا ونحن خلينا نساوي شغلنا. يلا يا خالتي، رجعوا لي يلا خالتي من هون يلا. روحوا. تعي حبيبتي تعي لجوا تعي يلا. وقف عحيلك وقف، مفكر مو فهمان عليك؟ لا تنبسط كتير يا عسكري، لأني رح خلي هالطلقة تبعي براسك. مليت منك كتير، مليت مليت. رجعي لعقلك ولك، بدك تموتيه؟ مليت من هالعسكري يا سيدي، مليت بسببه كلنا رح نموت هون، رح قتله هلأ هون وريح حالي منه وهيك منكون ارتحنا. عسكري فكر شوي روشان، هاد العسكري ما رح يموت. فهمتي؟ خليكي عقلي يا روشان، ما رح تلبسي تركي بحالة يا عسكري، ما رح تقتلي. فهمتي شو عم قولي؟ اتركوني الحقو 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 بسرعة الحقو. Thank you.
يلي بيكون عم يشتغل ما بيكون هيك. طلع فيهم. لا تنسوا كلامي، الإرهابيين يلي بيتخبوا بأي ضيعة بتكون أسهل طريقة لحتى نفرقهم عن سكان الضيعة الوحدة هي الألبسة والأكل. الإرهابي يلي بيتخبى بالضيعة هو بياخد من أهل الضيعة أنظف الألبسة وأجددها كمان. فهمتوا شو عم أحكي؟ فهمنا سيدي الضابط. تفضلوا سيدي، هاي شاي سخني لسه هلا عملناها. انتو حظكن حلو يا سيدي، مثل ما بيليق فيكن سيدي. شفت حدا مرة من هون مبارح او اليوم؟ ايه شفنا يا سيدي، مبارح نحن وعم نشتغل بهالارض راحوا من هون من هداك الطريق. يعني كنتم مبارح المساء هون عم تشتغلوا وما رجعتوا عالضيعة المساء؟ ما رحنا عالضيعة، صارلنا يومين عم نشتغل هون. إذا ما اعتنيتوا بسلاحكن منيح يا شباب هو كمان ما بيعتني فيكن. بأي معركة بتصير لما ما بيشتغل السلاح بيكون بسبب إهمال من صاحبه، هاد معناه أنه روحكن راحت. انتبهوا بسلاحكن يا شباب، تذكروا كلامي منيح يا عساكر، لما بتعتنوا بسلاحكن بيعتني فيكن منيح. خلوا روحكن ضل بأجسامكن كلياتكن. يا عسكري. نعم سيدي بأمرك. ليش هادك؟ شو انت ما بتعرف انه هيك شي ممنوع هون يا ولد؟ شو انت عامة يا ابني؟ انت وين شفته لهاد؟ انت شفتي شي حدا من الارهابيين؟ والله انا ما فيني اقول شي ما بعرفه. انا ما شفت شي من الارهابيين لحد هلا. ايه بالنسبه للعساكر بتشوفهم كتير لانهم بيضلوا عم يتجولوا بالضيعه. طيب يا ترى انت شفتي العسكري المخطوف محمد؟ لا والله انا ما شفته ابدا.